نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني عدة حملات توعوية لاستهداف المواطنين والمقيمين لنشر مفهوم السلامة العامة خلال شهر رمضان المبارك وتجنب الحريق والحوادث، وذلك من منطلق حرص الإدارة على حماية الأرواح والممتلكات في مملكة البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرائد مهندس بدر عبد العزيز العامر، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الأخبار، وبداية ما هي الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني خلال شهر رمضان المبارك؟ يا هلا ويا مسهلا. بداية أحب أن أهني القيادة الرشيدة والأخوة المواطنين والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الله يعود علينا بالصحة والعافية. أما بخصوص الحملات التوعوية اللي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني خلال شهر رمضان المبارك، بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية والمتابعة الحديثة من قبل سيدي سعادة رئيس الأمن العام لتكثيف المحاضرات التوعوية الشاملة في أمور السلام لجميع فئات المجتمع وتنظيم الحملات التوعوية المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين في المملكة بالتعاون مع كافة محافظات المملكة، وعليه تم تشكيل فريق توعوي ميداني لتوعية المواطنين والمقيمين عن طريق استهداف المجالس الرمضانية والخيام الرمضانية في الأحياء السكنية ولمرتادي المجمعات والأسواق التجارية وفي المقاهي الشعبية لحثهم على اتباع ارشادات السلامة الدفاع المدني خلال شهر رمضان الفضيل. نعم أستاذ بدر، يعني ما هي الحوادث التي من الممكن أن تحدث لا سمح الله في المنازل خلال شهر رمضان؟ اختيه طبعا من أكثر نوع الحوادث اللي واجهت في شهر رمضان تكون مصدرها المطابخ، وذلك لوجود مصادر خطر مثل الغاز والأجهزة الكهربائية. نعم. حيث يعتبر نشاط استخدام المطبخ في الشهر الفضيل عرضة لوقوع الحوادث، وبالخصوص الحوادث المتعلقة بالغاز وبالإضافة للأجهزة الكهربائية في المطبخ. لذا فإن على ربة المنزل الحرص على سلامة منزلها وحماية أفراده من حوادث الحريق من خلال اتباع إرشادات السلامة وتوخي الحذر أثناء الطبخ وعدم ترك أواني الطبخ على الموقف لفترات طويلة دون مراقبة، وضرورة إغلاق موقد الغاز فور الانتهاء منه والتأكد من عدم وجود أي تسرب فيه، عدم تشغيل مراوح شفط الهواء لفترات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث التماسات كهربائية مسببة للحريق في المنزل، والأهم عدم ترك الأطفال بمفردهم في المطبخ لضمان عدم عبثهم في الأجهزة الكهربائية ومواد الغاز وأعواد الثقاب والولاعات، وذلك بإبعاده عن متناول أيديهم. وتوصل الإدارة العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة توفير معدات السلامة اللازمة في المنزل مثل طفايات الحريق، بطانيات الحريق، كواشف الغاز والحرارة في المطابخ. نعم الرائد مهندس بدر عبد العزيز العامر، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.